السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنقول لكم طريقة سهلة جدا جدا لتنظيف البوتاجاز الكهربي. طبعا بطريقة سهلة جدا، وهي بالسكينة اللي انتوا شايفينها في الصورة ديت. السكينة دي مخصصة للبوتاجاز اللي شغال كهرباء. السكينة دي طبعا يعني مش بتجرح الإزاز خالص ولا بتبوظ أي حاجة، هي مجرد إنها بتشيل الدهون وبواقي الأكل اللي كانت لازقة في الزجاج بتاع البوتاجاز. مش بتضر أبدا ولا بتخربش ولا بتبين أي آثار خالص في البوتاجاز. طبعا انا سبت البوتاجاز بالشكل دوت طبعا يعني فترة عشان خاطر اعمل الفيديو ده. طبعا شايفين في السكينة الحاجات اللي كمية الدهون اللي لزقت فيها. طبعا هي دي بيكون لها زي امواس كده بتتغير يعني كل فترة. طبعا يعني بعد ما جمعنا كل ده هنجيب منديل عادي من مناديل المطبخ اللي بنحطها عشان الزيت تحت البطاطس او الاكل، ونلم بيها كل الحاجات اللي احنا طلعناها وحكيناها دي. طبعا يعني باين من الصورة جدا ان هو يعني من قبل ما نغسله وندعكه ولا نحط عليه اي منظفات ولا اي حاجة ان هو نضف، وبانت حتى الهيكل بتاعه اللي هي الدوائر دي بان شكلها اوضح، مجرد بس ان احنا عملنا بالسكينة وعملنا بالمنديل. هنستخدم حاجة بسيطة جدا عشان بقى نعمل بها البوتاجاز، هو الصابون العادي السائل بتاع المواعين. حطيت شوية كده على سطح البوتاجاز، وعندي خل، هو الخل ده خاص بالتطهير يعني وتعقيم اي حاجة، الاسطح يعني الخل دوت ده ان انا ممكن امسح بيه اي حاجة يعني المطبخ، سطح المطبخ، الارضية، اي شيء يعني هو للتعقيم. حطيت برضو شوية خل وبالليفة العادية بتاعت المواعين. غسلت البوتاجاز ما خدش اي مجهود خالص، يا دوبك دعكته دعك بسيط خالص. طبعا هينضف بكل سهولة خالص يعني ما فيش اي مشاكل من كده، وكمان مش محتاجين ان احنا نشتري منتجات كتيرة جدا عشان خاطر ان احنا ننضف بيها البوتاجاز. يعني هو فيه طبعا في الدي ام اللي هو المحل فيه منتجات كتيرة جدا لغسيل البوتاجاز دوت النوع ده، بس الحقيقة انا مش بجيبها، انا دايما بغسله كده. والظاهر يعني زي ما انتم شايفين ان هو نظف جدا جدا بسهولة يعني محتاجش اي مجهود. طبعا جبت فوطة، فوطة من بتوع المطبخ، وبعد كده مسحت كل الصابون اللي بعد ما دعكت دوت. يعني واضح ان البوتاجاز نور جدا، ويعني عم بقى عامل زي المراية ان انت تشوف فيه نفسك يعني. طبعا بعد كده بتشطفي الفوطة تاني مرة وبتيجي تمسحي وتلمعي عشان خاطر ما يبانش اي اثر للصابون. زي ما انتوا شايفين بقى بيلمع خالص بحاجات بسيطة جدا 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 يعني. بعد كده هنشفه بمنديل مطبخ عادي خالص. يعني بعد ما يتنشف هيبقى خلاص كده خلصنا البوتاجاز. واتمنى الفيديو ده يكون بسيط وعجبكم، وان شاء الله انتظرونا في فيديوهات تانية، واتمنى ان انتوا تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. مع السلامة.